أهل وأساتذة وزملاء وعيون تترقب لحظة النجاح. هنا في كلية الهندسة الزراعية في جامعة تشرين يناقش الطالب محمد سفاف أطروحة الدكتوراه في المجال الزراعي. تم دراسة أثر الدعم إن كان من أسمدة أو محروقات أو التسويق عبر السورية للتجارة أو من خلال الدعم الإرشادي. طبعا هدول الجوانب الأربعة تم دراستهم بهالأطروحة، تأثيرهم على الإنتاجية، تأثيرهم على الربحية، تأثيرهم على رفع المستوى المعيشي للمزارعين. توصلنا لبعض النتائج يعني بوجهة نظرنا، وقيمت اللجنة أنه توصيات ونتائج كانت جيدة ورائعة إن شاء الله وقابلة للتطبيق أيضا، نتمنى أنه يتاخذ فيها إن شاء الله. الباحث عالج فعلا الموضوع بشكل منطقي جدا وتوصل إلى استنتاجات هامة جدا، وبناء على هذه الاستنتاجات أوصى ببعض التوصيات ممكن أنه يطلع لها المعنيين ويستفيدوا منها بشكل مطلق. هذه الرسالة تتعلق حصرا بعملية الدعم المنتجات الزراعية، والمرشح تناول 3 منتجات أساسية هي مانا استراتيجية ولكن يعني مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الزراعي السوري. الجوهر الأطروحة كان حول السياسات الزراعية، طبعا تطرق إلى بعض المواضيع الأخرى لكن الجوهر هو السياسات الزراعية، نظرا لأهمية السياسات الزراعية وخاصة لجميع الدول دون استثناء، يعني جميع الدول بتقدم الدعم لمزارعيها. الأطروحة عمل كتير مهم بيتناول موضوع الدعم الزراعي، مشاكله، سلبياته وإيجابياته، وبعدين يعني تحليل واقع راهن، وبعدين رح يحاول نعمل اقتراحات لتوجيه الدعم بالشكل الأفضل لمستحقيه. وصلنا لمجموعة من الاستنتاجات يلي بتفيد هذا المجال، بالإضافة لنا مجموعة من المقترحات والتوصيات، وإن شاء الله الجهات المسؤولة تأخذ بهالنتائج اللي توصلنا عليها لأنه فعلا بتفيد بالأخير الزراعة والإنتاج الزراعي. بحث يشمل أساليب متطورة لدعم المنتجات الزراعية بكافة أصنافها. كانت هذه المناقشة اليوم مناقشة جدا موفقة بلجنة علمية متمكنة وبأسئلة رصينة أجاب عليها الطالب بشكل كتير واضح من خلال عمله. جعفر حدا كتير ذكي وطموح وحدا عملي، يعني بهمه النتائج العملية على أرض الواقع، وأنا مبسوطة لأنه كان الجو متوفر بالبيت، يعني فعليا كان مفروض حدا يوقف لحدا تاني يقدر يكفي. رسالة دكتوراه تغني البحث العلمي في سوريا وتقدم أسسا قابلة للتطبيق تضمن دعما متجددا للقطاع الزراعي.